جينا هنا فيها مطالبين مع هذه الاهالي طالبين الرحمه والغفران لعمر جوب هذا ومطالبين بتحقيق شفاف وواضح وشاطر يوضح مسؤوليه عن هذه القضيه اللي خلقت. هاي القضيه اللي خلقت خطيره فيها اللي في عندها فات خلقت وحده سابقه وحقها خلقوا وحدات اخرى سابقه وهذا ما لنا قادين نصبروها ولا لنا قادين نتغافلوا عنها. ندوروا تحقيق شفاف وندوروا معاقبه المسؤولين الكبار اللي مسؤولين عن امننا اللي هذه لولا غفله والتالي يستعملوا. وهذا نحن خطير علينا وخايفين، خايفين على امننا، خايفين على وحدتنا، خايفين على تماسكنا. بين يتم كل شهر ولا شهرين هو ولا كاتل بوليس مقتول عند بوليس قضيه ما هي واضحه عقب ما نعرف عقبت علاش. لكن دوروا تحقيق ودوروا معاقبه المسؤولين عن هذه الجريمه المباشرين معاقبه ذوك الاخرين اللي فوقهم اللي هم المسؤولين عن الامن. السلام عليكم. اعطيني مره تكلم، اعطيني مره تكلم. كانت خير. وعن اصدقائنا اللي هو الصبر والسلوان ونطالب بتحقيق شفاف ونطالب بالعداله ونطالب بتحقيق شفاف وعادل وتاخذ النتائج بعين الاعتبار وتعلن النتائج بشكل شفاف للراي العام. ما قلتهم كل مره تخرج جريمه قتل وتعود النتائج تعود بدون قاتل، ما قلتهم كل مره تخرج جريمه بدون مجرم. نحن نطالب عن هيئه فيها الجريمه تكون هي اخر جريمه هذا النوع من الجرائم. نطالب بتحقيق شفاف وعادل وبقوانين رادعه ومعاقبة المجرمين والفاعلين حتى يكون العبرة لقينهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. 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 السلام السلام عليكم. 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 أمين غوي من دجان دون بوزن من هنا أورا غوكو إدوك سنان توني مفت 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 توني
دو جودي ماكو بن جاغي بن باردي مودوم دون منن بوبولاسيون موريتاني من جي دي اندو دي تا من جاغي حكي اندر موريتاني ولا مي غالا حكي اندر موريتاني من نغير كوم بالي ني ولا ن جودي ني نجور ن جوغلي فوف دو تشارتان نجاب لاي يو مي غونتا جاددوم من ريب موريتاني من ماي بندرا دامي ورب نانا مباري ورب نانا مباري بيبا نانا مباري يبان غاندو دوم دو من باي هين فوف من باي هين كو ماي دامن من جيري نون من بوندي هين فوف جي جاما مي من بوندي هين نغور نانا نان اي ماي دامن دوم دو وونتا واتو اي موريتاني دوم دو خادي مي غو برادو مي دوبو سوف نون حالا مودوم اوبي دجاما كون يبان غاندو بي ميمي بي ميمتي كونغول نون بي ميمي كونغول بي بودي كونغول بي لاي كودو كادي حادي ني دي kodo hadani min gonta jaddudum min jogorani jaddudum yo azwan andu yo azwan andu minen ko adala min chokli ko adala min chokli yo andu kadi population mauritanie min chokli minen population mauritanie yo azwan andu min andu jodido wala kanko jodindon hore makko wala andu kanko jodindon hore makko amin gande ko fenaani jodinimo don population mauritanie ande ko fenaani jodinimo don o rutima mo layo min ama wara min min jogoraani jabidu men hande min jogoraani jabidu men chango amin pondi en fof سوف خلينا حمودة امام رئيس الجمهوريه ولا وكيل الجمهوريه وكل يعدل لنا يا كامل محمد القزاني ولا مع مولانا اسماعيل نقول لك حتى صار الفساد بالبر بالبحر بما كسبت ايدي الناس يا كتب ولا تمام مولانا والسلام عليكم ورحمه الله انا عندي اقول كلام سردنا القضيه حي دقيقه سلمك حي ليه تتكلم اوكي نعم مسلمكم ليش تكلموا كامل السلام عليكم احنا هون ما جايبنا المشاكل ولا جايبنا الضيقه هون جايبنا مواطن موريتاني مواطن موريتاني كتلو الشرطه عندنا رقاش مرق عند وكان عند الشرطه سردنا القضيه انت كان عند الشرطه هذا الشاب تتكلم هذا الشاب كردو بوليس يعرفوا هم علاش كردو يسوى لعادو كردون سالك يسوى لعادو كردون مقتصد يسوى لعادو كتروكاتي ما يلا يعامل بهذه الطريقة يتم عند البوليس إلى الساعة الصباح يتلفن لهلو نقالهم سالم بليل نقالهم ولكم راهو مات لخالك بكلام وكلام وهو من العاشرة عند البوليس وهلو يعرفوا عنه عند البوليس واحدين اخرين يعرفوا عنه عند البوليس إذن من هو السبب هذه الجريمة؟ ما هو بوليس؟ من يجي يجيب على السؤال هذا ما هو بوليس؟ إذن الشرطة اليوم شلاهي تقول؟ لا هي تكذب؟ شلاهي تقول اليوم قدام هذا؟ معنى هذا لا هي تقول فيه نفس الكلام اللي قالته في قضية الصوفي كذبت عن هذه القضية ونين جاءوا الدلائل؟ إذن اليوم الدلائل خالقين والدلائل قضاء خالقين وهذا ما يحتاج للدلائل معاملة الشرطة مع المواطنين الموريتانيين يوميا هي معاملة فاسدة يوميا هي معاملة ما يرد راعى فيها حقوق المواطن ولا يخالف فيها المواطن إذن المواطن في الأحياء الهشة والمواطن في كل مكان من موريتاني ما معطيه اعتبار وهذه جريمة ندور فيها العدالة ولأننا قايمين من هون ولأننا حاركين ما تخلق فيها العدالة ولأننا خايفين من شيء خايفين لهم ولأننا وطالبين بالعدالة وطالبين بالجهات اللي ما لنا واثقين بعدالتهم الجهات المعنية ما لنا واثقين بعدالتهم يا غير مطالبين معهم العدالة وندورهم يطبقوها ولا ينجوهم عنهم يطبقوها ولا ينفرضوا عليهم تطبيع العدالة دون موريتاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتون قد سرون سكي إلي فانكي
atun kade tubar mahari am ñame atun kade kede manam bu ci la mané gey motu di ñaxay nga gidi tu atun kade ngoto agene kebe ak ngoto agene kebe inan tawtey na keur bakiru mure ara yaqe koron giri ono turani dirni on ba ki xibar war fun koron giri lako sugulu ngoda ona ndaga police ci tiana sécurité kinwa a police ak sagi soron kerni atun kade korona giri ona dango lo On a dangu lo jamane on a dangu lo rumu no yaku wa assalamu alaykum rahmatullah assalamu alaykum rahmatullah man magni ki mala mama fama deug lay wax gizo police amul droit japp nit fek amul si preuve dama degul ni fek police di japp nit fek day am si mo preuve dama degul ni fek police boy xamna su bob day japp si nit dor ko ay pia lo am si droit sak bo nga jappé da nga am droit yob ko commissariat da nga am droit nga yob ko commissariat commissariat amna lu koy wara def xara amo droit nga japp sak nga dor ko pa lolu amo su ben droit amo su ñaari droit ki mala mama fam xolam ñi ngi yalla ñaan yalla police bo bëgg yalla ki bëgg yalla ray ñal na la yalla may police bo yalla ray ko nonu amin